طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام قليلة بتفصلنا عن بداية يعني عيد الأضحى المبارك، وطبعا قبل عيد الأضحى في وقفة عرفة، وهذا يعني عندنا طبعا طقوس معروفة في هذا الأمر بتتعلق بشكل كبير بالأضحية، وفي أسر كثيرة خصوصا الأسر الأكثر احتياجا بتكون في انتظار هذا اليوم علشان يعني تحصل على ما يكفي من اللحوم، ربما يكفيها ليس فقط في اليوم بل ربما لمدة أطول من ذلك بشكل كبير. عشان كده بدأت جمعية الأرمان في وضع خطة عمل متكاملة بتستهدف من خلالها أن هي تقوم بتوزيع 400 ألف كيلو لحوم بلدي و800 ألف كيلو من اللحوم المستوردة، يعني الإجمالي بنتحدث عن 1,200,000 ألف كيلو من اللحوم لهذا العام 2023، على غير طبعا القادرين ده في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة وبخاصة القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية الأولى بالرعاية. أطلقت جمعية الأرمان مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان بتمن كيلو واحد من اللحوم شارك في سق الأضحية 2023، وده من أجل حث أو هذا الأمر من أجل حث المواطنين على أداء فريضة الأضحية أو سنة الأضحية بحسب طبعا اختلاف الفقهاء في هذا الأمر، وفي نفس الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم الأضحية إلى مستحقيها، وفي نفس الوقت طبعا إسعاد الأسر الأكثر احتياجا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع القرى والتجمعات السكنية لهم. خلينا لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان. أستاذ محمود كل سنة حضرتك طيب، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وكل سنة طيبين وكل الشعب المصري الخير يا رب إن شاء الله. وحضرتك طيب، عايزين نعرف منك تفاصيل أكتر عن المبادرة. إحنا الحمد لله في جمعية الأرمان صك الأضحية ده نشاط سنوي عندنا من أكتر من 15 سنة بنعمله الحمد لله، ولكن هذا العام الأسعار غليت شوية فأطلقنا هذه المبادرة تيسيرا على الناس إن هم يشاركوا معنا في هذه السنة بتقسيط صك الأضحية. تقسيط صك الأضحية معانا دي فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية إنه يجوز تقسيط صك الأضحية. إحنا بنسهل على الناس إن هم يشاركوا علشان اللي متعود ان هو يضحي يضحي ان شاء الله، وفي نفس الوقت نقدر احنا كجمعيه نوصل لاكثر الوصل استحقاقا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. عندنا السق البلدي وعندنا السق المستورد، بندبح داخل مصر وخارج مصر ايام التشريق، هي معادله صعبه شويه ولكن احنا في الجمعيه الحمد لله متعودين على كده ومتعودين على الضغطه دي ايام العيد. بندبح داخل مصر يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما يقارب من 500 طن من 400 ل 500 طن، خارج مصر من 800 ل 900 طن ان شاء الله باذن الله. اللحمه اللي داخل مصر تتذبح ايام التشريق واللي خارج مصر برضه تتذبح ايام التشريق. ايام التشريق ليه؟ علشان نحقق وكاله الاضحيه. الشخص اللي دفع فلوس ان هو يضحي فده لازم يتذبح ايام التشريق. طيب السؤال هنا أستاذ محمود، إذا سمحت إزاي بتقدروا أن أنتوا توصلوا لأعداد كبيرة جدا يعني عشان تقدروا أن أنتوا تقوموا بتوزيع 1,200,000 كيلو من اللحوم، وبنتكلم في نفس الوقت على النطاق الجغرافي، أنتوا موجودين في كل أنحاء الجمهورية، إزاي التخطيط لهذه الجهود وحضرتك بتقول متعودين على هذا الضغط في هذا الوقت من العام بتتعاملوا معاه إزاي؟ احنا طبعا الحمد لله عندنا قاعدة بيانات قوية جدا 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 للتعامل مع وزارة التضامن الاجتماعي. في العيد بنوزع اللحمه اللي بنذبحها هنا داخل مصر. تمام. تقريبا حوالي 400 او 500 طن بيتوزعوا في خلال اربع ايام العيد، عاملين خطه بالتعاون مع الساده المحافظين على مستوى الجمهوريه وكلاء وزاره التضامن الاجتماعي. عندنا قاعده من خلال الجمعيات القاعديه اللي بتشتغل معانا، عندنا حوالي 5,400 جمعيه بتشتغل معانا في كل قريه وكل نجعه في جمهوريه مصر العربيه الحمد لله. من حلايب وشلاتين لشمال سيناء لمرسى مطروح، مغطين كل مصر بالكامل الحمد لله، عندنا مكاتب مقيمه ومستقره داخل هذه المحافظات. نعم. الجزئيه الثانيه بتاعت اللحمه المستورده، اللحمه المستورده بتيجي بعد العيد بحوالي شهر ونص شهرين، لان هي بتتذبح ايام التشريق وعقبال ما بتتكيس وبتتذبح وبتتقطع وبتتشحن وبتيجي مصر وبنستلمها حوالي شهر ونص او شهرين، بنبدا توزيع فيها
طول السنه. يعني احنا بنقدر نوزع لحمه لغايه رمضان اللي جاي ان شاء الله باذن الله. عشان كده المبادره مذكور فيها ان هي 2023، هي ليست فقط على ايام عيد الاضحى او ليست مقتصره فقط على ايام عيد الاضحى، وده مجهود يعني محمود جدا من حضراتكم علشان اسعاد طبعا اهالينا واسرنا في كل مكان. جزيل الشكر لحضرتك الاستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعيه الامرمان على وجودك معنا عبر الهاتف، وكل التوفيق لكم في هذه المبادره.